بهذا الإطار ديال الاحتقان الاجتماعي ومجموعة ديال التوترات في مجموعة ديال القطاعات المهنية في الإقليم. إخوان ديالكم أعوان المندوبية، أعوان الحراسة بالمندوبية الصحة بعد سنوات من العمل، بعد سنوات من العمل فجأة وجدوا أنفسهم مطرودين ومشردين في الشوارع لا للشيء وبدون سبب وبدون إخبار، فقط أنهم مارسوا حقهم في التنظيم النقابي ودافعوا عن حقوقهم المشروعة. شكل الاحتجاج اليوم وقفة احتجاجية أمام مندوبية الصحة مرفوقة إضراب إنذاري دعا له المكتب النقابي لأعوان مندوبية الصحة احتجاجا على طرد التعسفي ديال مجموعة من العمال وعلى رأسهم الكاتب العام ديال القطاع، وكذلك فرض الشركة الحائزة على الصفقة الجديدة مجموعة ديال البنود في العقد ديال الشغل بنود مخالفة للقانون. حنايا في الاتحاد المغربي للشغل راسلنا جميع الجهات المعنية على أساس أنها تدخل لضمان انتقال سلس ديال الكتلة أجراء الشركة الجديدة. للأسف لا أذان صاغية ولا استجابة لهذه المراسلات وهذه الدعوات المتكررة للحوار، مما اضطر المكتب النقابي ديال أعوان حراسة في المندوبية أنه يعلن على هذه المحطة الاحتجاجية الإنذارية وفقط. وكان أكدوا في الاتحاد المغربي للشغل على الحقوق المشروعة ديال القطاع ديال المندوبية الصحة أنهم العمال يضمنوا استقرار ديالهم المعيشي والوظيفي، وأن الحق في التنظيم النقابي حق مشروع ومرفوض أنه يتحارب. وسنتصدى في الاتحاد المغربي للشغل لأي من لأي كان كيحاول أنه يفرض منطق معين مخالف للقانون، وإحنا كنقدموا كل الدعم ديالنا وكل المساندة للقطاع ديال مندوبية الصحة حتى تحقق جميع المطالب ديالهم أكيد العادلة والمشروعة. السلام عليكم متابعين ومتابعات موقع ريفديا. اليوم كنتواجدوا في المستشفى الحسني أمام المندوبية، كاين هنا واحد الوقفة احتجاجية ومعنا أحد المحتجين، غادي نطرحوا عليها بعض الأسئلة. الأخت، شنو هي الغاية أو الهدف وما هي الأسباب اللي دفعتكم ديروا هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المندوبية؟ السلام عليكم، تحية نضالية للجميع. بالنسبة لهذه الوقفة الاحتجاجية احنا خضناها علاش؟ لأن الإدارة ضغط علينا، وقفتنا شي 11 الحارس بلا سبب. علاش؟ لأن الشركة جابتنا عقود ما يعني كاع البنود اللي دارتها في صالح الشركة، يعني كلات حق الخدام، وزيد وقفونا واحد ثلاثة بدون نظير إسباق سابق إنذار، يعني بلا ما يصيفطوا لهم شنو هي الأسباب ما نعرف. ومن بعد منين ما بغاوش نسينيو حنا داك الكونترا اللي هي غير قانونية، ما ملتجماش بنود الشغل تماما. نوضنا خدنا هاد المعركة من أجل باش نضمنوا حق هاد العمال اللي توقفوا، وأنا كنائبة ديال الكاتبة ديال الكاتب الإقليمي للمناولة بصفة عامة، أنا اللي كنهضر على هاد الشيء وكندعمهم، وإن شاء الله نوصلوا لواحد الحق ويرجعوا كل شيء للخدمة ديالهم، ونطلبوا من هاد الإدارة تواطأ وتستجب للحقوق هاد العامل الضعيف اللي دائما راهم هضمينه في حقه. وهاد مول الشركة نطلبوه باش يعاود إعادة النظر في داك الكونترا ويدير كونترا قانونية، هذيك الكونترا راها غير قانونية تماما. والسلام عليكم. وعليكم السلام. مهنية في الإقليم، إخوان ديالكم أعوان المندوبية، أعوان الحراسة بالمندوبية الصحة بعد سنوات من العمل، بعد سنوات من العمل فجأة وجدوا أنفسهم مطرودين ومشردين في الشوارع لا للشيء وبدون سبب وبدون إخبار، فقط أنهم مارسوا حقهم في التنظيم. الوحدة،
بالاتحاد مناديرا فزنا واحتشينا برحقنا اللي بغينا واحتشينا من حقنا اللي بغينا وخرجنا